سفر منتخب مصر للكاميرون اتأجل ليوم السبت اللي جاي بناء على طلب المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش. فريق النادي الأهلي بيواصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة عشان يستعد للمرحلة اللي جاية، وبدأ تدريب الأهلي بفقرة تدريبات بدنية في الجيم استمرت 40 دقيقة، وبعدها خاض اللعيبة تدريبات الجري وفقرات بدنية متنوعة ضمن البرنامج التدريبي اللي حدده الجهاز الفني للفريق. فريق تشيلسي الإنجليزي حقق فوزه على فريق توتنهام بنتيجة 2-0 خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين ضمن منافسات الذهاب الدور نص النهائي للنسخة الحالية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. وتأهل ريال مدريد للدور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على فريق ديبورتيفو ألكويانو بنتيجة 3-1 في المباراة اللي اتلعبت ضمن منافسات الموسم الحالي من المسابقة. وحقق فريق برشلونة الأسباني فوز صعب على فريق ليناريس ديبورتيفو أحد أندية الدرجة الثالثة بنتيجة 2-1 خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين ضمن منافسات دور الـ32 من منافسات كأس الملك للموسم الجاري، وبالنتيجة دي بينجح برشلونة في التأهل للدور الـ16 من البطولة وهيستنى قرعة الدور اللي جاي. وحقق منتخب الجزائر فوز كبير على الفريق الغاني بثلاثية نظيفة في اللقاء الودي اللي لعبوه عشان يستعدوا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا في نسختها الـ33 اللي بتستضيفها الكاميرون. رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت بشكل رسمي تأجيل مباراة ليفربول ضد أرسنال بنص نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، واللي المفروض كانت هتتلعب النهاردة لكنها تأجلت عشان تزايد حالات كورونا في الريدز. كمان اتصدر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قائمة أفضل 11 لاعب في العالم لعام 2021 في الاستفتاء اللي أعلنت عنه صحيفة لو كيب الفرنسية، وده بعد حصوله على 27% من نسبة المصوتين سواء من الجماهير أو الصحفيين. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وباسانت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك يا ليندا.